السلام عليكم. من التعديلات القانونية الجديدة اللي صدرت في هذا الشهر غوشت 2024، تعديل كيخص عقد الوعد بالبيع، وهذه معلومة كيخصك تعرفها واخا ما تكونش عندك الغرض بهذا العقد، حيت ما كنعرفوش اشنو كتجيب الوقت. وكمعلومة بسيطة للناس اللي ما عرفاش عقد الوعد بالبيع في العقار، فهو واحد العقد او الوثيقة اللي كيتفقوا فيها جوج اطراف باش تبيعوا ويتشاروا في المستقبل في شي دار مثلا ولا شقة، فكيحددوا الثمن وكيحددوا المدة باش يكملوا هاد البيع وشرية اللي بيناتهم. وعليه الوعد بالبيع راه ما تيعنيش باللي راك شريتي، ولكن كيعني باللي تقدر تشري وتقدر لا. والناس اللي متبعين هاد القناة غادي يكونوا عارفين بالتفاصيل ديال هاد الموضوع، عاقلين شوية على بروميس انيلاتيغال اي بروميس سينيلاغماتيك وكونترا دو ريزيرفاسيون. كنا وريناكم حتى كيفاش تكتبوا هذا العقد وشنا هي اهم الحوايج اللي خاصكم تردوا ليها البال باش ما يكونش هذا العقد باطل. المهم اللي ما شافش ديك الحلقه يقدر يرجع ليها، غادي نخلي لكم في اول تعليق ان شاء الله الرابط ديالها. اما بخصوص هذه الحلقه فهي حول التعديل الجديد اللي جا في الماده 4 في مدونه الحقوق العينيه، واللي قالت بوضوح باللي عقد الوعد بالبيع خاصو يتحرر في محرر رسمي عند مثلا العدول او الموثق او محامي مقبول للترافع امام محكمة النقد. يعني ما بقاش الوعد بالبيع مقبول يتكتب عند كاتب عمومي او تكتبو راسك او تكتبو راسك انت والطرف الثاني وتمشي وتجليزيه في المقاطعة. ما بقاش هادشي، هاد العقد بهذه الطريقة غير رسمي. فالوعد بالبيع ولا بحال عقد البيع دابا، وخاصو يتكتب عند شخص عنده الصلاحية لكتابة هذا العقد، ويكون مختص ضابط للشكل ديال هذه الوثيقة، كيعرف مزيان البيانات اللي غادي يدخل والشروط اللي خاصو يدير والشروط اللي ما خاصوش يدير في هذه الوثيقة باش تكون عندها ديك الحجية القانونية اللي صالحة، ويمكن لك تسجل كذلك هذا الوعد بالبيع في الرسم العقاري الخاص بذاك العقار اذا كان العقار محفظ طبعا، واذا ما كانش محفظ فغادي تسجلوا في السجل الخاص بالعقارات الغير محفظة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية. إذن المادة 4 ولات كالتالي: يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بما في ذلك الوعد بالبيع العقاري، وكذا الوكالة الخاصة بها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقد ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك. وكما غادي تلاحظوا تزدت في المادة هذه الجملة ديال بما في ذلك الوعد العقاري، هذه الجملة هي اللي ما كانتش في هذه الفقرة، هذه هادشي اللي تموديفيا باش يأكد المشرع المغربي على إلزامية كتابة هذا العقد بشكل رسمي. كاين سؤال اللي يقدر يتطرح عند بعض الناس اللي دايرين عقد وعد البيع بالشكل العرفي القديم، يعني عند كاتب عمومي مثلا، واش داك العقد باقي صالح ولا لا؟ الجواب هو هاد التعديل الجديد غادي يتطبق فقط على العقود اللي تكتبات ابتداء من 22 غشت 2024. اما العقود القديمه اللي مكتوبه قبل هذا التاريخ فهذا القانون لا يجري عليها، فكون هاني. كان هذا هو التعديل الجديد، بغينا نعرفوا رايكم بخصوص هذا الامر، وعلاش تم اقصاء الكتاب العموميين من تحرير هذا العقد، واش هذا العقد ماشي اصلا ملي كتمشي عند مثلا محامي ولا موثق، واش ماشي الكاتبه اللي خدامه عنده هي اللي كتكتبه لك والمحامي تيزيد غير الكاشي ديالو فيه، او لا كاين فرق؟ واخا غادي تزاد عليك شويه ديال المصاريف غادي تضمن ان امورك تكون قانونيه مضبوطه مكتوبه او مراجعه من طرف واحد الشخص اللي مختص اللي كيتحمل مسؤوليه قانونيه ما سهلاش. في كل الاحوال داك العقد راه غادي تقرا عليك، فخاصك تكون عارف مزيان اشنو فيه باش ما تورطش في شي حاجه غادي تكلفك من بعد، حيت راه الشخص اللي كتبو ولا اللي كتبتي عنده راه كيزيد في هذا العقد كما شرنا من قبل واحد الفقرة كيقول فيها: أقر الأطراف صراحة وعن طواعية على أن الأستاذ الموثق فلان ولا المحامي فلان ولا العدول مثلا قام بإسداء
النصح لهم بخصوص موضوع هذا العقد، يعني العقد ديال الوعد بالبيع، وقد بين لهما بشكل مستفيض وكاف جميع الأبعاد والآثار القانونية والجبائية المترتبة عن هذا العقد. وقد برأ الأطراف صراحة وبصفة مطلقة الأستاذ من كل مسؤولية وتبعة بخصوص هذا الموضوع. فرد البال. كنشكركم جميعا على حسن المتابعة، شكرا لكل الداعمين بهذه القناة، وكنخص بالذكر مصطفى الشيباني اللي شجع هذه القناة باش تستمر بواحد المساهمة رمزية. شكرا سي مصطفى، الى اللقاء في الموضوع القادم ان شاء الله.